معلش انا عايزه ابدا من فكره هنا الارقام التحليليه الخاصه بلعيبه الاهلي لو هنبدا بيها في المونديال، لان الارقام المفروض ان هي كمان ظهرت، فحابين ان احنا نعرف، لان في كمان عندنا لعيبه تميزوا جدا منهم كمان الشناوي، فخلينا نعرف. طبعا طبعا، هو يمكن الارقام اللي كانت في المونديال ظهر عليها بصوره واضحه الارقام الدفاعيه، الارقام الدفاعيه ظهرت بشكل كبير جدا مقارنة بالأرقام الهجومية، وده كان واضح في معدل التهديف في البطولة نفسها. يمكن لو استعرضنا أول جدول هنلاقي طبعا إحنا عندنا عدد الأهداف في البطولة أز توتال 12 هدف فقط. طيب ده مش معناته إن البطولة كانت ضعيفة، ده نتيجة نظام البطولة في العموم. بنظام البطولة أنت عندك النهاردة ممكن فرقة بتلعب مباراة واحدة بتطلع على طول على النهائي، نفس الكلام ممكن تلعب مباراه تلعب على قبل النهائي، فبالتالي اي فرقه بتنزل المباراه بتبقى عندها حظر دفاعي، بتبتدي تقفل دفاعاتها علشان بقدر الامكان انها تطلع بالفوز، فده انعكس على المعدل التهديفي. في المقابل ظهرت الارقام الدفاعيه بشكل كبير. يعني برضو ممكن نستعرض الجدول الثاني، هنلاقي على مستوى اللاعبين اللي موجودين في البطوله هنلاقي عندنا هداف البطوله اللي هو طبعا اندري بيري لاعب نادي تيجرس جايب 3 اهداف. نفس الكلام في الترتيب الثاني عندنا طبعا ليفاندوفسكي لاعب البايرن جايب هدفين. اشترك بعد كده 7 لاعبين في المركز الثالث، 7 لاعبين هم اللي كل واحد منهم جاب هدف، منهم طبعا حسين الشحات لاعب نادي الاهلي كل واحد منهم جاب هدف. ده على مستوى الهدافين. على مستوى برضو التمريرات، انا ليه برضو ببتدي استعرض التمريرات؟ علشان عندنا عمرو السوليه ظهر بشكل واضح، كان ترتيبه الخامس، عامل 173 تمريره. عايزين نقول ترتيبه الخامس من 107 لاعبين، يعني عندنا النهارده بنتكلم عن بالظبط عندنا 107 لاعب لعبوا البطوله، لو شلنا كمان الستة حراس المرمى فهو ترتيبه الخامس، فطبعا ده ترتيب متقدم جدا. طبعا نخش برضو على رقم مهم جدا بقى عندنا اللي هو استخلاص الكره. ليه الرقم ده مهم؟ الرقم ده مهم دفاعيا. انت النهارده استخلاص الكره المقصود منها ان اللعيب بيبتدي يضغط على المنافس، بعد كده بيقطع الكره، وبعد كده الهجمه. فمش مجرد ان انا بقطع الكوره او بفسد الهجمات للمنافس، لا، انا المقصود من استخلاص الكوره ان انا ازاي استخلص الكوره من المنافس وبعد كده ابني هجمه بالظبط استفيد منها. ظهر ان عندنا اعلى 2 على مستوى البطوله كانوا من النادي الاهلي، يعني اعلى لعيبه عملوا استخلاص الكوره عندنا بدر بنون استخلص 25 كوره على مستوى ال 107 لاعب. عندك هو الاول في استخلاص الكوره، نفس الكلام ثاني لاعب ايمن اشرف استخلص برضو 25 كوره، يعني عندنا اعلى 2 استخلاص الكوره في البطوله از توتال عندنا بدر بنون وايمن اشرف. نفس الكلام محمد هاني كان ترتيبه الثامن. فاللي عايزين نقوله ان احنا دايما في العشره المراكز الاولى في منهم النادي الاهلي كان موجود بالظبط بالظبط بالظبط. ندخل بعد كده برضو على قطع التمريرات، عندنا اللعيب اللي هو ترتيبه الاول اللعيب دييجو لاعب نادي تيجرس برضو كان قطع 23 تمريره. يدخل بعد كده في المركز الثالث برضو حمدي فتحي عمل قطع 10 تمريرات، يبقى يعتبر هو ترتيبه الثالث من 107 لاعب، برضو دي ارقام مميزه جدا دفاعيا. اكيد نيجي برضو لاخر رقم دفاعي اللي هو الالتحامات الدفاعيه. المقصود بكلمه الالتحامات الدفاعيه بيها دي مثلا متضمنه بقى استخلاص الكره، متضمنه الالتحامات الهوائيه، متضمنه الالتحامات الارضيه. اي التحام دفاعي النهارده بنلاقي ان عندنا حمدي فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف محققين المركز الرابع، المركز الخامس، المركز السادس على مستوى ال 107 لاعب. فاحنا بنتكلم في ارقام دفاعيه النادي الاهلي ظهر بيها بشكل واضح جدا، وكان في تفوق واضح جدا. وبرده عندنا محمد هاني قدم بطوله اكثر من رائعه، بدا ان هو يقدر لعب عليه مراكز متقدمه جدا زي الاجنحه بتاعه البايرن، لعب عليه اجنحه الدحيل في بدايه البطوله، كل ديت ادته خبرات. ظهر ان هو قدر يقطع اكتر من تمريره، قدر يستخلص الكره، فهو ظهر في البطوله بشكل واضح جدا. متميز فعلا محمد. بالظبط بالظبط. ده كده بالنسبه. ممكن ندخل برضو على حراس المرمى في البطوله. بالظبط حراس المرمى طبعا الشناوي مفيش حد يقدر يختلف على ادائه. الشناوي النهارده يعتبر اكتر حارس في البطوله تم التسديد الكرات عليه، اتسدد عليه 17 تسديده، صد منهم 15، دخل فيه الهدفين فقط. تاني حارس اللي هو حارس تم تصويب عليه 16 تصويبه، صد منهم 11، دخل فيه 5 اهداف. الرقم بقى الاخير هو الرقم الطريف شويه اللي هو مانويل نوير، اتشاط عليه 4 تسديدات فقط، هو اقل حارس اتشاط عليه تصويبه. دول اللي عرفوا يوصلوه بالظبط بالظبط. ده كلام حضرتك صحيح في ايه؟ ان النهارده اتشاط عليه 4 تصويبات، ده يحمل معنيين، يا اما انت قدامك خط دفاع قوي جدا قادر ان هو يعمل بلوك لاي تصويبه، يا اما انت مهاجم على طول بالظبط، يا اما انت فرقتك فعلا عامله هجوم على طول ضاغط، فمفيش
فرصه ان الفريق اللي قدامك ان هو يجي عند حدود 18 بتاعتك. والحقيقه لم يختبر اصلا في كاس العالم للانديه اللي تم اختباره فعلا واثبت جداره زي ما احنا بنتكلم. الشناوي اتشاط عليه 17 تصويبه، هو اعلى معدل في البطوله كلها، وصد منهم 15 تصويبه. دي يمكن ارقام سريعه كده تواجد لاعبين النادي الاهلي من ضمن ال 107 لاعب اللي موجودين في البطوله او اللي شاركوا فعلا في الملعب. احنا بنتكلم على 107 لاعب اللي فعلا نزلوا ارضيه الملعب.